نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب محاضرة شبابية بعنوان أنا أعمل ما أحب، بحضور سعادة محمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وأعضاء مجلس شباب الغرفة. لأنهم طاقات المستقبل والمحرك الرئيس للابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، نظم مجلس شباب غرفة تجارة وصناعة الشارقة محاضرة ملهمة في كيفية عمل ما تحب وما تطمح إليه في سبيل الارتقاء بجيل الشباب على كافة الأصعدة والمجالات. اليوم نظمنا محاضرة بعنوان أنا أعمل ما أحب، كانت بإلقاء من سعادة محمد هلال. المحاضرة كانت لدعم وتحفيز الشباب في دخول مجال ريادة الأعمال. الحمد لله كان الحضور كبير جدا والجميع استفاد من هذه الورشة. مثل هذه المحاضرات مهمة جدا للشباب، وخاصة احنا اليوم نحتفل باليوم العالمي للشباب. نحاول دائما ان نكون مصدر إلهام للشباب، نعطيهم أفكار جديدة، مشاريع جديدة يمكن يطور فيها نفسه، يطور فيها مجتمعه، ويطور فيها بلده بشكل عام. توجه طبعا بشكل جزيل لمجلس شباب غرفة تجارة وصناعة الشارقة على انهم اتاحوا هذه الفرصة ولانهم استقبلونا احنا اليوم، ويعني اعدوا هذه المحاضرة للشباب في إمارة الشارقة. تحدث في المحاضرة رائد الأعمال الإماراتي محمد هلال عن تجربته الملهمة في تحقيق أهدافه وأهم الصعوبات التي تخطاها وما هي الخطوات الاستراتيجية التي اتبعها نحو الوصول لشغفه كالصلابة الذهنية والإصرار لنيل الهدف المرجو. الهدف منها كان هو أن نلهم الشباب بطريقة شق طريقهم أو بداية شق الطريق، وإلهامهم كيف يستمتعون بهذا الطريق والتميز بهذا الطريق وترك بصمة جميلة بهذا الطريق، وتجهيز المستقبل للأجيال الجاية بصناعة شركات ضخمة وعملاقة بنيت لتبقى. تحفيز الشباب نحو الإبداع والابتكار والمبادرة وتوفير كل سبل الرعاية والعناية لهم من أهم أهداف غرفة الشارقة في تنظيم مثل هذه المحاضرات والمبادرات الهادفة والملهمة لتمكين أبناء الوطن من فئة الشباب ليصبحوا قادة ملهمين بثوابت وركائز عالية. الإلهام حافزاً مهماً للشباب من أجل العمل برؤية مستقبلية واعدة لمواجهة جميع التحديات وتحقيق الإنجازات، لذلك جاءت هذه المحاضرة تزامناً مع اليوم العالمي للشباب. لأخبار الدار هويدا الشرقي الشارقة.